مساء الخير وأهلا بكم من تلفزيون دولة الكويت. نرحب بكم في هذا البرنامج الخاص عن تسلم دولة الكويت قبل أسبوع لعدد من الرفاه التي يعتقد أنها لأسرى وأيضا مفقودين كويتيين. نقول يعتقد مشاهدين الكرام لأن الأمر الحقيقة يتطلب إجراءات للفحص أو الاستعراف وتحديد الهوية قبل الإعلان رسميا عن الأسماء. إجراءات وآليات الاستعراف وأيضا تحديد الهوية وقبلها أنماط، دعنا نقول مجالات التعاون الكويتي العراقي في البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في إطار اللجنة الثلاثية، ستكون إن شاء الله محور حوارنا مع ضيفينا الأستاذ ربيع سعد العتساني رئيس وفد الكويت في اللجنتين الثلاثية والفنية، وأيضا مسؤول متابعة الأسرى والمفقودين الكويتيين في وزارة الخارجية، والدكتور محمد عبد الله العنزي مدير إدارة الاستعراف بالنيابة. أهلا وسهلا بكما. حياكم الله. نبدأ معك أستاذ ربيع، ومن المؤكد الحقيقة أن الكويت تبذل جهودا واسعة كما تعرف من أجل تحديد مصير الأسرى الكويتيين ورعاية الدول الأخرى في العراق منذ زمن بعيد. هل يمكن أن تلقي الضوء على هذه الجهود بشكل عام وخاصة بعد سقوط النظام العراقي عام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أخوي محمد، الجهود اللي بذلتها دولة الكويت من بعد تحرير دولة الكويت في عام 91 جهود ضخمة وجبارة على جميع المستويات، سواء كانت مستويات حكومية أو شعبية أو أهلية أو دبلوماسية، وبالتالي من الصعب اختزال هذه الجهود كلها في سؤال أو في حلقة، تحتاج صحيح. إلى حلقات. لكن أعتقد من الضرورة اليوم بعد استلامنا مؤخرا عدد من الرفات من الجانب العراقي، من الضرورة أن نركز على الجهود التي بذلتها دولة الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين في فترة التسعينات، اللي استفدنا منها اليوم أو قدرنا اليوم نستفيد من هذه الجهود أو المشاريع اللي نفذت في تلك الفترة. في العام 95 استلمت الكويت أول رفات، وكانت آلية التعرف على الرفات في تلك الفترة آلية صعبة، كون الكويت لم تمر في تجربة سبقتها، يعني تجربة كانت تؤهل الكويت أن يكون عندها قاعدة البيانات، قاعدة الملف الصحي. فرأت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين في تلك الفترة إنشاء أو عمل مشاريع تخص الملف الصحي لكل أسير، وبالتالي استطعنا من خلال تعاون وزارة الصحة ومن خلال المستشفيات الخاصة، العيادات الخاصة، من تجميع كل ما يتعلق في موضوع الملفات الصحية. الملفات الصحية لكل أسير مسجل. هذه الملفات الصحية تشمل إن كان هناك تشوه خلق، إن كانت عمليات جراحية تمت على الأسير، إن كانت في خلينا نقول مثلا عدسة عين تم زرعها، مفصل، هذه كلها جمعناها في ملفات صحية تم الاستفادة منها لاحقا. كذلك عملنا ملف الأسنان لكل الأسرى لمن عثرنا على ملفاتهم سواء في وزارة الصحة أو في العيادات الخاصة. ونأتي للمشروع الأهم اللي هو نتج عن استلام هذا الرفات في 95، اللي هي البصمة الوراثية، لأن في 95 اضطرينا أن نأخذ عينات من ذوي هذا الأسير اللي سلم رفاته في تلك الفترة ونرسلها مع عينات للعظام إلى ثلاث مختبرات في استراليا وفي بريطانيا وفي أمريكا. نعم. للتعرف، كون أن الكويت ما كانت تبي تاخذ خطوة في قبول هذا الرفات ما لم تتأكد 100% أن هذا الرفات يعود للأسير اللي دعا العراق في تلك الفترة أن هذا هو. وبالتالي نتيجة لهذا اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وزارة الصحة، أنشأت فرق عمل في مقر مبرة المغفور له شيخ صباح السالم لجمع عينات الدم من جميع ذوي الأسرة، وكان هذا الهدف اللي هو الاستعجال، لأن القضاء والقدر يحصل، وبالتالي قد نفقد والد أسير، أخ أسير مع مر السنوات، فلا بد أن نكون إحنا مستعدين في عينات دم جاهزة علشان ننشئ من هذه العينات قاعدة بيانات نستفيد منها للبصمة الوراثية، اللي هي استخلاص الحمض النووي من هذا الدم ووضعه في قاعدة بيانات للاستفادة منها. طبعا قد يتساءل، يعني هل كنا إحنا نفكر بس في أموات؟ لا،
كنا نفكر في أحياء، وكان في مشاريع، مشروع إعادة تأهيل للطلبة الأسرة، مشروع إعادة تأهيل النفسي والاجتماعي للأسرة العائدين، ولكن للأسف تفاجأنا في 2003 بأن كل الأسرة تم إعدامهم. في عام 2001 أنشئ مركز الاستعراف في وزارة الداخلية، مركز الاستعراف في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فتم نقل عينات الدم اللي تم سحبها في 98 من بنك الدم إلى وزارة الداخلية، وقاموا الأخوة مشكورين في وزارة الداخلية باستخلاص الحمض النووي من كل عينات الدم اللي تم جمعها في تلك الفترة، وعمل قاعدة بيانات جينية لعمل التطابقات اللي استفدنا منها في 2003 و2004 و2005، وتم التعرف على 236 رفاة تم العثور عليهم بعد سقوط النظام. فيما يتعلق في جهود الكويت ما بعد 2003، ما في شك ان الكويت تحركت قبل 2003 لاستقبال الأسرى الأحياء منهم أو لاستقبال الرفات، وبالتالي بالتعاون مع سلطات التحالف تم تزويدهم بسيديات لكل الأسرة فيها كل المعلومات التي تتعلق في الأسرة، إن كانت معلومات صورة فوتوغرافية أو معلومات صحية للتعرف على أي أسرى قد يكون حي. إضافة إلى ذلك وهذا الأهم، حرصنا أن نحاول نتواصل مع رئيس الوفد العراقي اللي حضر اجتماعات اللجنة الفنية في عمان خلال فترة يناير وفبراير ومارس 2003، كوننا احنا شعرنا في أن هذا الرجل يملك معلومة، لأن العراق بال2003 بداية 2003 تحول في عملية طرحه ومناقشة الملفات، ولحسن الحظ هذا الشخص وهذا ضابط أمني تقدم وكان يحاول يتصل فينا، وبالفعل اتصل بدواعي إنسانية في الدكتور إبراهيم شاهين اللي هو نائب رئيس اللجنة الوطنية، وأبلغ في حينها في 2003 اتذكر في شهر 4 أبلغ بأن الأسرة كلهم تم إعدامهم، وأن هناك لجنة كانت تحرص على البحث عن المعلومة للعثور على مقابرهم وتحديدها وتسليمها للكويت قبل سقوط النظام. ما حصل أن هذا الشخص طلب أن يقدم هذه المعلومات في اجتماع رسمي للجنة الثلاثية على أن يعقد في بغداد، وعليك التخيل شنو كان الوضع في تلك الفترة. استأذن المغفور له الشيخ سالم الصباح في ذيك الفترة رئيس اللجنة بأن نبتدي نرتب لهذا الاجتماع، وبالفعل رتب هذا الاجتماع بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الثلاثية اللي هم بالإضافة للكويت والعراق، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الجمهورية الفرنسية، والمملكة العربية السعودية، هذول كلهم أعضاء، والله الحمد في تلك الفترة الكل وافق على أن يعقد هذا الاجتماع في بغداد. عقد الاجتماع في بغداد وتقدم الوفد العراقي اللي كان يرأسه في تلك الفترة سلطة التحالف في العراق، قدم لنا معلومات عن تحديد مصير 150 أسير كويتي مدفونين في محافظة المثنى تحديدا في السماوة، وقدم معلومات أخرى عن مواقع أخرى. كل ما تم العثور عليه في 2003 و2004 و2005، يعني أربع مقابر في السماوة، مقبرة في العمارة، ثلاث مقابر في كربلة، ومقبرة في الرمادي، كل هذه المعلومات تم تجميعها من خلال شهود شهدوا على 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 عملية الإعدام، أو شهود شهدوا على حفر تم حفرة، والحمد لله توفقنا أن نجيب هذا العدد الكبير. هذه الجهود استمرت، ولكن خفت الوتيرة إلى أن وصلنا إلى 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 ربما هذا الحديث أستاذ ربيع يقودنا إلى تساؤل هام حول الأطر أيضا والقواعد التي دعنا نقول تحكم عملية البحث عن أسرى الكويت في العراق. في معرض حديثك ذكرت عن البصمة الوراثية، هذا يقودنا أيضا للتساؤل حول هذا الأمر وإدارة الاستعراف. دكتور محمد، إدارة الاستعراف دور فعال وفيما يتعلق بقضية الأسرة، ولا يقف هذا الدور دكتور عند حد دعنا نقول عملية الاستعراف على الرفاة، هل يمكن إلقاء الضوء على جهود الإدارة في هذه القضية؟ طبعا هو إدارة الاستعراف الناس عندها ينتبه يعني مفهوم قاصر حق إدارة الاستعراف، ويختزل في عملية الاستعراف بواسطة البصمة الوراثية.
هو الاستعراف يعني كلمة كبيرة واستعراف ليس يأتي فقط في البصمة الوراثية، يأتي عن كثير من جهود تبذل في هذا المجال. الجهود الإدارة العامة للأدلة الجنائية جدا كبيرة في ملف الأسرى والشهداء. طبعا الفرق التي تشكل في حالة بس عندنا معلومة فقط أن هناك مقبرة جماعية، تشكل فرق كبيرة في الإدارة تبدأ في عملية اللي هو العمل المتواصل والعمل المنسق حتى يصل إلى الاستعراف. هناك فرق فنية تذهب إلى المقابر الجمعية إن حصلت لها الفرصة، وتبدأ في عملية اللي هو البحث والحفر العلمي المرتب في عملية اللي هو انتشال هذه الرفات من الأرض، وتبدأ توثيق البيانات جميعا، ثم تأتي الفرق الإدارية التي تنسق هذا العمل اللي وتربط مع الفرق الفنية وفرق الطب الشرعي الذي يقوم في عملية اللي هو ترتيب الهياكل العظمية وجعلها في يعني في طريقة علمية مناسبة حتى يسهل عملية الاستعراف في البصمة الوراثية. كذلك عملية تركيب الأسنان وتركيب الجماجم، هذه كلها جهود تبذل يمكن كثير المشاهدين ما يعلمون عنها، فقط يعلمون أن الاستعراف في البصمة الوراثية، لكن هناك جهود كثيرة تبذل قبل الاستعراف في البصمة الوراثية. وفي نهاية الأمر يأتي طبعا هذا يتطلب سنوات. نعم صحيح، العمل يعني العمل قد يكون أنت لا تتعامل مع مقبرة فردية، تعامل مقابر جماعية. نعم. وهذه لها طرق كثيرة في التعامل معها، فيعني الأمور يعني متواصلة. وفي النهاية نقول أن البصمة الوراثية هي راح تكون هي المحك والمفصل في تحديد اللي هو هوية الشهيد. قاعدة يعني قاعدة البيانات الأسرة. عموما قبل الحديث عن هذه القاعدة نتحول إليك والتساؤل الذي طرح آنفا حول الأطر أستاذ ربيع، وأيضا القواعد التي تحكم عملية البحث عن أسرى الكويت في العراق. هل ثمت آلية معينة للبحث عن مواقع دفن أسرى الكويت؟ نعم، عملية البحث فعليا بدأت في 2003، وهذه تأخذني مرة ثانية لاجتماع 42 اللي عقد في بغداد، أول اجتماع بعد سقوط بغداد. عقد هذا الاجتماع كان الهدف أول شيء الحفاظ على سيادة العراق من قبل سلطة التحالف، فكانت سلطة التحالف لا تقبل في النبش العشوائي لكل المقابر. صحيح. لأن بعد سقوط النظام ما تكلم بس عن الكويت، أنا أتكلم عن إيران، العراق نفسها، العراق كلها مقبرة جماعية، وبالتالي كل من فقد له عزيز حاول ينبش في المقابر اللي قد تتوفر عنها معلومات، وبالتالي هذا العبث قد يضيع علينا مقابر كثيرة، علينا وعليهم وعلى المفقودين. فبالتالي في الاجتماع اللي عقد في اجتماع الثلاثية اللي عقد في بغداد في 2003 وضع بروتوكول للعمل، وهذا البروتوكول وقعت عليه الدول الأعضاء في اللجنة الثلاثية اللي أنا ذكرتهم، يحدد في تلك الفترة عملية التعامل مع المقابر الجماعية اللي يعتقد أن فيها أسرى كويتيين. لله الحمد قدرت الكويت في هذا الاجتماع أنها تأخذ البادرة في تشكيل فريق فني ممثل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وفي الأفراد من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين يدخلون العراق تحت أي حماية متوفرة في تلك الفترة، سواء من الجيش الأمريكي، البريطاني، البولندي، الإيطالي، يعني حصلنا من عدة هذا. تدخل الكويت ترفع المقبرة وتجيبها الكويت، تتأكد من مدى صحة عائدية هذا الرفات الكويتيين أسرة، اللي لا يثبت حسب البروتوكول هذا يتم إعادته إلى العراق مع الصحيفة الجينية أو هذا تسلم بشكل رسمي عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي هي ترأس اجتماعات اللجنة الثلاثية. بعد 2005 وال2006 تشكلت حكومة نظامية في العراق وأصبحت هناك انتخابات، وبالتالي لم يعد هذا البروتوكول اللي وقعت عليه سلطة التحالف اللي تمثل العراق في 2003 واحتراما للعراق، أصبحت الآلية تختلف. ويمكن هذا ما شاهدناه، لأن بعد 2005 ما تم العثور على مغابر جماعية. قد يكون هناك نقل لبعض عينات العظام عبر الحدود بمعرفة الجانبين ولم تثبت أنها كويتين ويتم إرجاعها، لكن هذه أول مغبرة عثر عليها. وبالتالي آلية العمل ما بعد 2005 أصبحت
الكويت تتقدم بالمعلومات المتوفرة لديها عن مواقع دفن كويتيين في العراق، تحدد هذه المواقع، يقوم فريق فني عراقي وتشارك الكويت إذا رقبت في هذا الفريق، وشاركنا لله الحمد في أغلب المهمات اللي تمت في العراق. إذا تم العثور على رفات لكن للأسف ما عثرنا، يتم إحضار الكويت. كل العمليات يعني كل العمليات اللي تمت خلال تلك الفترة للأسف ما عثرنا فيها. المواقع موجودة، لكن الكل يعلم أن نظام صدام ارتكب هذه الجريمة ليخفيها، مو على أساس يجي أحد بعده ويكتشف، وبالتالي المقابر الجماعية أو الشاهد على المقابر الجماعية تكون في منطقة نائية في الصحراء، أعماق تصل إلى 5 أمتار أو 6 أمتار، وبالتالي كان الهدف الإخفاء ونجح في الإخفاء. لكن لله الحمد إحنا بإمكانياتنا بالتكنولوجيا الحديثة المتوفرة بصور الأقمار الصناعية استطعنا أن نحدد بعض المواقع، ولا زال العمل جاري فيها. نعم، عودة دكتور عبد الله، ربما يعني لم يسمع المواطنون الحقيقة عن قاعدة بيانات الأسرة كما تعرف الموجودة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. ما هي هذه القاعدة ومتى كيف تم إنشاؤها؟ طبعا قاعدة البيانات لذوي الأسرة المفقودين مثل ما قال أخوي عبد الله في العام 95 أحضر رفات من العراق وطلب يعني حسب ما قال سلطات عراقية أن هذه اللي أسير كويتي، فبدت فكرة اللي هو إنشاء قاعدة بيانات لذوي الأسرة والمفقودين في ذاك الوقت. فتم عام 1998 اللي هو جمع العينات من الأقارب من الدرجة الأولى لذوي الشهداء والأسرة، أو إذا ما يعني لا يوجد أقرباء الدرجة الأولى الدرجة الثانية، وتم جمع هذه العينات وتحليلها ووضعها في قاعدة بيانات خاصة في الأسرة والمفقودين تحسبا لأي طارئ يحدث مستقبلا. وكنا من ذاك الوقت حنا مستعدين بحيث أن أي رفات نستلمها من العراق يتم تحليلها ووضع الرفات في قاعة البنات، فيبدأ يعطينا اللي هو صلة القرابة مع أي عائلة ينتمي لها. نعم. وقاعة البنات تحتوي تقريبا على حوالي 2500 سمة وراثية موجودة في قاعة البنات. نعم. أستاذ ربيع، يعني الجهود يعني كبيرة وبذلت من الجانب الكويتي أيضا حول الأسرة وخاصة الرفاه بعد التأكد منها، وأيضا بعد تحرير العراق 2003 من النظام العراقي، يعني ربما أصبح الاهتمام أكبر في هذا الموضوع. كيف تم التوصل إلى موقع المقبرتين اللتين تم العثور عليهما مؤخرا؟ هل للكويت دور في ذلك؟ طبعا المقبرتين هذيلا لهم قصة طويلة. ما في شك، ويمكن أهالي الأسرة يعلمون أن هناك أشخاص يقتاتون ويبتزون أهالي الأسرة منذ تحرير الكويت إلى الآن في بيع معلومة أو نقل خبر عن 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 أسير أو عن مفقودهم. هذه المقابر منذ سنتين هناك عصابات ومرتزقة داخل العراق تحاول أن تساوم على موقع هذا المقبرتين، لأن هذين المقبرتين ما هم بمسافة بعيدة عن ما تم رفعه من نفس المنطقة. والمعلومات اللي أنا ذكرتها في السابق، في 2003 قدمت لنا هذه المعلومات، معلومات رسمية بأن هذه المنطقة تحتوي على مقابر جماعية الكويتيين، ورفعنا ما قدرنا اللي استطعنا أن نرفعه، وظلت في هذه المقبرتين لم يتم رفعهم لأنها في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي تم الرفع منها. فظلت خلال سنتين عصابات تساومنا، والكويت لا تخضع لابتزاز أي عصابة كانت، خاصة إذا ما كنا نخضع في ابتزاز أحياء فما بالك ابتزاز برفات، يعني دناءة النفس وصلت إلى هذا المستوى. وبالتالي طبعا الكويت طولة بال بدينا إحنا نساير، ما بيأدخل في تفاصيل وين حددنا المقبرة، ولكن من خلال التكنولوجيا الحديثة استطعنا أن نحدد المنطقة التي تم تصوير الفيديوهات فيها، وبالتالي قدمت الكويت إحداثيات هذه المنطقة للجنة الفنية من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللي على الفور تم الحصول على صور للأقمار الصناعية. هذه الصور
بينت آثار حفر على الأرض على الواقع، وبالتالي بموجب هذه النتائج تحرك الفريق الفني العراقي فورا، وخلال 5 أيام كانت هذه المقبرتين مؤمنتين منقولة بالكامل إلى دائرة الطب العدلي في العراق. طبعا الجانب العراقي جدا متعاون في هذا الموضوع، لولا سرعة تحركه لحفر أو فحص الموقع قبل الحفر وقبل الرفع، اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت مشكورة لأنها هي وفرت الصور الجوية. طبعا جلب هذا الرفات والادعاء، طبعا احنا نعرف كمعلومة أن قد يكونون كويتيين، والادعاء بأنهم كويتيين استدعى أن نشكل فريق فني من وزارة الخارجية ومن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كان الدكتور محمد معانا، انتقل فورا بطائرة خصصت من بعثة الأمم المتحدة مساعدة العراق يونامي، وأنا أشكرهم، نقلت الفريق فورا إلى بغداد. اطلعنا على ما تم رفعه لأن للظروف الأمنية في تلك الفترة لم يشارك أحد من الكويت مع الفريق الفني العراقي، كون أن المنطقة مغطية من عصابات. الانتقال أدى إلى أن الإخوان المختصين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية انتقوا عينات من هذه الرفات لجلبها للكويت ولعمل الفحوصات للتأكد إن كان بالفعل هذا الرفات يعود للكويتين ولا لا، بدون ما يكون في هناك مؤشرات لا يسمح في نقل الرفات من العراق إلى الكويت. إذا كان هناك مؤشرات حسب ما هو متفق عليه في اجتماعات اللجنة الفنية الفرعية يتم النقل كامل الرفات، وهذا ما حصل. نعم، حول التعاون الكويتي العراقي في هذا الجانب نتوقف قليلا لتسليط الضوء حول هذا الأمر، وأيضا رفات الأسرى نتوقف قليلا. أعزائي المشاهدين، نتابع معكم التقرير التالي حول تسلم دولة الكويت رفات يعتقد أنها تخص أسرى وأيضا مفقودين كويتيين إلى العراق. في مشهد تزامن مع إحياء دولة الكويت ذكرى الغزو العراقي الغاشم، رفات يعتقد أنها لأسرى ومفقودين كويتيين تم تسلمها من السلطات العراقية، وستقوم مختبرات الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية التي تتوافر لديها قاعدة البيانات الجينية للأسرى بإجراء عمليات المطابقة ثم الاستعراف وتحديد هويات هؤلاء الأشخاص، مع الإشارة إلى أن عمليات استخلاص الحمض النووي DNA والمطابقة تعتبر من العمليات الفنية المعقدة التي تحتاج إلى وقت لاستكمالها. وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الكويتي أعلنت في يونيو الماضي اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق، يظن أنها تعود إلى مواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الغزو العراقي الغاشم، حيث أكدت حينها اللجنة في بيان مشترك أن تلك الرفات استخرجت بشكل كامل وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لغرض استخراج الخريطة الجينية DNA لمطابقتها لاحقاً مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة. وذكرت اللجنة التي تضم ممثلين عن الكويت والسعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا من جانب والعراق من جانب آخر أن هذا الاكتشاف لرفات عدد من الأشخاص دفنوا في موقعين يعطي الأمل بإعطاء بعض الأجوبة عن جانب من قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، القضية التي لا تزال تنزف بعد مرور أكثر من 28 سنة على تحرير دولة الكويت.
مجددا حول في الحلقة الخاصة حول تسلم طبعا دولة الكويت لعدد من الرفاة التي يعتقد لأسرى ومفقودين كويتيين. توقفنا معك أستاذ ربيع آنفا حول التعاون الكويتي العراقي في هذا الخصوص. قبل الحديث عن هذا الأمر نتحول للدكتور عبد الله ونريد من بشكل مبسط كيف تشرح لنا دكتور يعني ما هو دور الحمض النووي وأيضا البصمة الوراثية في علم الاستعراف. طبعا البصمة الوراثية هي إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه، حيث لا يوجد شخصين يتطابقون في البصمة الوراثية. إلى عهد قريب إلى قبل سنتين كنا نقول أن التوائم المتطابقين يحملون نفس السمات الوراثية، لكن مع العلم الحديث الآن أصبح لكل إنسان بصمة وراثية خاصة فيه. طبعا لو قلنا نقسم السؤال إلى ثلاث أقسام، نقول ما هي البصمة الوراثية، أين توجد، كيف يمكن الاستفادة منها. البصمة الوراثية التقنية تستخدم لاستخراج السمات الوراثية من جميع أجزاء الموجودة أو جميع الإفرازات اللي موجودة في جسم الإنسان، بالإضافة إلى 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 العظام والأسنان. كيف يعني أين توجد؟ توجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي تحتوي على نواة، وهذه طبعا الخلايا موجودة في جميع العظام والأسنان والشعر واللعاب والدم وجميع إفرازات الجسم. كيف يمكن الاستفادة منها؟ استفادة منها في علم الجنائي كثيرة، في استعراف في مجال الجرائم، استعراف في مجال إثبات البنوة، استعراف في مجال المقابر الجماعية والكوارث الطبيعية. هذه كلها ممكن استخدامات في تقنية البصمة الوراثية. نعم أستاذ ربيع، بودنا يعني أن نتعرف عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية عند إعلان العراق يعني عن مقبرة يعتقد أنها تحتوي على رفاة أسرى كويتيين. طبعا هذه مو أول مرة ولا راح تكون آخر مرة. بمجرد ما يكون في إعلان عن أن هناك مقبرة يعتقد، فورا يتم التحرك رسمي مع الجانب العراقي لتحديد الموقع، المعلومات المتوفرة على الموقع، من قدم المعلومة، كيف تم العثور على المقبرة، يتم مقارنتها مع ما هو متوفر ومدى جدية هذه المعلومة. في كل الأحوال هذه المعلومات نجهزها قبل لا يطلع فريق فني بالتنسيق مع الجانب العراقي لحفر هذه المقبرة والتأكد إن كانت تحتوي على رفات من عدمها قبل لا نقول هم كويتيين أو غير كويتيين. فهذا يستحضرني الإعلان الأخير لمحافظ السماء، وأعلن عن أن هناك مقبرة في محافظة المثنى يعتقد فيها أو هو يقول أنها تحتوي على رفات أسرى كويتيين. فورا بعد إعلان المحافظ تم الاتصال مع الجهات المختصة العراقية، وكذلك أثير من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع أعضاء اللجنة ونوقش هذا الموضوع، والآن جاري تحديد الوقت وأخذ الموافقات اللازمة من الجانب العراقي لحفر هذا الموقع اللي تكلم عنه المحافظ للتأكد إن كان في الدرجة الأولى يحتوي على رفات من عدمه. اثنين، يتم رفع الرفات وراح يعامل بنفس الطريقة اللي عمل فيها المقبرة الأخيرة. نعم، إذن يعني إجراءات وأيضا تتسم بآلية معينة عند إعلان طبعا الجانب العراقي عن وجود رفات. هل ثمت إجراءات وآليات دكتور عبد الله يعني عمل فني تقوم بها إدارة الاستعراف طبعا منذ نقل الرفاة إلى مخابرها وصولا إلى تحديد هوية كل يعني رفات؟ طبعا مثل ما ذكرت أنا في السؤال الأول اللي طبعا العمل في الإدارة العامة للجهة عمل فريق يعني متكامل. ليس فقط اللي هو الاستعراف اللي في البصمة الوراثية، طبعا الفرق كثيرة، الفرق الفنية والفرق الإدارية والفرق المساندة لها كلها تقوم بجمع البيانات والاستدلالات حتى يتم تشكيل ملف كامل لهذه الرفات. ثم بعد ذلك يأتي دور اللي هو إدارة الاستعراف في استخدام تقنية البصمة الوراثية في التعرف عليه. طبعا العمل في إدارة الاستعراف عمل فني بحت يخضع لقوانين صارمة منع لحدوث أي يعني التلوث في العينات، منع لحدوث أي اختلاط في العينات، ولذلك نحن حريصين في خاصة في إدارة الاستعراف نتبع جميع البروتوكولات العالمية في مجال اللي هو الاستعراف. طبعا أول ما توصلنا اللي هو الرفات في إدارة الاستعراف يبدأ هو العمل اللي هو المرحلة الأولى وهي عملية
تنظيف العظام والأسنان من جميع الشوائب الموجودة على السطح بحيث نأخذ تقريبا 2 ملم من السطح عملية كشط، ثم بعد ذلك نقوم في عملية طحن العظام حتى تكون على شكل بودر، ثم نبدأ في عملية الاستخلاص وقياس كمية الدي ان اي وصولا إلى تحديد اللي هو السمات الوراثية. طبعا لا يوجد هناك طريقة، خصوصا أتكلم بخصوص العظام، لا يوجد طريقة يعني مباشرة في عملية الاستخلاص العظام. هناك عدة طرق في عملية استخلاص العظام، خاصة كل ما مر عليها زمن أو يعني مر عليها أعوام يعني طويلة تبدأ الطرق القديمة لا يمكن استخدامها، فتبدأ في طرق جديدة، ولا هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ممكن نجرب 4 إلى 5 6 7 طرق. هل التربة دور أيضا دكتور عبدالله؟ نعم، التربة لها دور كبير في عملية تحلل العظام، خاصة يعني المقبرة الأخيرة هذه اللي مرفوعة من السمامة، الأرض اللي في السمامة منطقة جيرية، وإحنا نعرف المنطقة الجيرية الكلس هذا يؤثر العظام، يقوم في عملية تسريع عملية التحلل العظام. العظام اللي استلمناها في عام 2003 يعني كانت شبه انها عظام يعني ترى 90% نقول عظام سليمه، ممكن استخلاص الدي ان اي منها ونطلع نتائج. اعتقد انها تربه طينيه هذه في السماوة؟ لا، كانت تربه هذيك في 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 الرمادي، كانت تسهل عمليه الاستعراف. اي كانت سهله الاستعراف، كانت العظام محفوظه، اما في السماوة طبقه اللي شفناها طبقه جيريه تؤثر على يعني مع المستقبل راح تكون الطرق هذه تحدث الى طرق تقنيات متقدمه جدا اللي هي يسمونها النكست جنريشن سيكونسنج، هذه راح يعني تكون يعني تحتاج الى فتره يعني زمنيه طويله في تحديد الهويه العظام. ربما هذه الاجابه دكتور عبد الله، يعني نبقى معك حول طبعا الموعد المتوقع لانتهاء عملية الاستعراف على الرفاه والإعلان عن أسماء من يتعرف عليهم شهداء الكويت. والله شوف يعني هذا السؤال صراحة يعني صعب الإجابة عليه حاليا، لأن أول شيء لعدة أسباب. أول، إحنا لا نتعامل مع مقبرة فردية، المقبرة الفردية عارفين فيها شخص واحد، إحنا نتعامل مع مقبرة جماعية تحتاج إلى عمل فني دقيق خاصة من الفرق الموجودة في إدارة العامة للأدلة الجنائية في عملية تحديد الهياكل العظمية ومنع الاختلاط أي عظم مع عظم، ويبدأ عملية اللي هو الفرز وأخذ العينات من العظام. ويعني مثل ما قلت لك لا يوجد طريقة واحدة في عملية اللي هو استخلاص، خاصة العظام صار لها يعني فرق عن 2003 إلى الآن تقريبا حوالي 25 سنة تقريبا. 15 سنة، فهذه الفترة الزمنية كل ما طالت المدة الزمنية بتأثر على العظام، فنحتاج فترة زمنية يعني، والجهود صراحة يعني تبذل في دارة في دار عمل جبارة جدا، فرق تعمل في الصباح فرق تعمل المساء تمهيدا لأن يكون يعني في سرعة في إنجاز أو يعني تعرف على هذا، لكن لا يوجد فترة زمنية حالية ولا يمكن أعطيك فترة زمنية حالية إلا نشوف شنو إحنا إلا الآن في المرحلة الأولى يعني في عملية الفرز الأولية، لحين ما دخلنا على إدارة الاستعراف عملية الاستخلاص، فيعني بس أطمنكم إن الأمور يعني ماشية حسب المخطط لها. نعم، جهود مشكورة أكيد. أستاذ ربيع، يعني من المؤكد ومن خلال أيضا جهود الكويت المستمرة في هذا الملف الوطني الإنساني، هل يمكن إلقاء الضوء على الجهود التي تبذل أيضا حاليا من أجل تحديد مصير أسرانا، ولماذا لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام؟ الجهود لم تتوقف أمانة، البحث عن المقابر الجماعية، وكثير من الناس تتساءل، ما في إعلام، بس كثير من الناس تتساءل هل قضية الأسرة لا زالت موجودة، وهل هناك أسرة؟ طبعا نعلم وللأسف الشديد أن كل الأسرة توفاهم رب العالمين، ونحسبهم إن شاء الله عند رب العالمين شهداء، لكن التزامنا القانوني والتزامنا الأخلاقي والتزامنا أمام أسر أهالي هؤلاء الأسرة تستدعي أن احنا نستمر في البحث عن هذه المقابر. هذه المقابر ابتداء من 2003 ولغاية هذه اللحظة احنا مستمرين، وعندنا مواقع قاعدين نفحصها داخل العراق، عدة مواقع، ويمكن الجانب العراقي يعلم هذه المواقع لأنه هو يساهم مساهمة مباشرة في فحص هذه المواقع. نفس ما قلت في السابق، المواقع أو المقابر الجماعية الهدف منها إخفاء هذه الجريمة، وبالتالي العثور عليها يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى معلومات، يحتاج إلى تدقيقها، يحتاج إلى البحث عن مصدر هذه المعلومة
لوصولا الى 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 القبر نفسه. يعني مثال على ذلك عندنا موقع احنا قاعدين نحفر فيه من 2005 لغايه اليوم، مساحته 16 كيلو في 25 كيلو، لكن تتخيل حجم العمل اللي يتم في هذا الموقع. وهذا موقع مؤكد، حسب المعلومات المتوفره موقع مؤكد 100% انه يحتوي على رفات لأسرة، لكن انت تحفر في صحراء يحتاج منه وقت. القضايا مفقودين حول العالم لا زالت مستمرة، مفقودين في تنام لا زالوا مستمرين، كوسوفو، الكوريتين. قضية المفقودين ليست بقضية سهلة، وهذا ما استدعى يمكن دولة الكويت في رئاستها لمجلس الأمن أنها تسعى لإصدار قرار، وصدر هذا القرار يحمي المفقودين المدنيين في النزاعات المسلحة. هذه الجهود من الصعب أنك تسلط عليها الضوء في الإعلام، لسبب لأن أنا لو كان ابني أسير إذا ما في نتيجة إيجابية لا تقول لي إيش قاعد تسوي. إذا ما في نتيجة اليوم جبت رفاته أو حددت مصيره، لا كل شوية في الإعلام إحنا نحفر أو إحنا نعمل. هذا يجرني إلى 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 موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف ويحز في النفس، هناك ناس تقتات على هذه القضية الإنسانية داخل العراق وقد يكون في أي بلد آخر، يستقلون عاطفة ذوي الأسير من أم أب أخ ابن أيا كان، يستقلونها استقلال سيء. والكل يمكن يعلم اليوم فيديوهات تم تداولها في الواتساب، التويتر يحطون صور، يعني الإنسان يقشعر بدنه لما يشوف هذه الصور. رجاء كل هذه المعلومات مرت على اللجنة الوطنية ومرت على وزارة الخارجية. نعم. وأنا لما أتكلم عن اللجنة الوطنية وزارة الخارجية كلها الكويت، كلنا كنا نعمل بهذا الأساس. الوزارة على علم في كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات أنا أتكلم، في من يدعي في فيديو من فترة يدعي أن عنده 810 أسير كويتي، رفات لأسير كويتي، في حين نحن نطالب ب 366 المتبقي، والناس مصرة على أن هذا العدد موجود. في من يدعي أن هناك من الأسرة الحاكمة أسرى لا زالوا موجودين، والكل يعلم أن ما في أحد موجود. وبالتالي أنا أتمنى أن الناس ترجع للجهة الأصلية. اليوم اللي يكون في عندنا خبر أكيد راح يعلن، كما تم الإعلان عن المقبرتين. في من اتهم الوزارة بأنها عدم ما تعاملت مع هذا الحدث بالمستوى المطلوب. بالعكس، هذه المقبرة لما تم العثور عليها صار في إعلان في 20/6 الماضي، أعلننا رسمي، بيان رسمي صدر على اللجنة الفنية من خلال المؤسسات الرسمية أيضا. بالضبط. لا، من اللجنة الفنية أكيد. نفسها، وردت عليه وزارة الخارجية لما جبنا عينات وطلع فيها نتائج أعلننا عنها في 24/7 واستبقنا حتى نقل الرفات، قلنا الكويت طلبت رسميا نقل هذا الرفات. نعم. وبالتالي للأسف يعني لم يسعفنا الوقت والشرح يطول في هذا الأمر، وأستاذ ربيع ودكتور عبد الله بلا شك أنكم أثريتم المواطن حول ما يتعلق بالأسرى الكويتيين، إن شاء الله رحمهم الله شهداء الكويت. آمين. وشهداء الوطن. آمين. عموما مشاهدين الكرام، عمليات المطابقة وأيضا الاستعراف وتحديد هوية الرفاة الذين استلمتهم دولة الكويت من العراق تتطلب جهد ووقت كبيرين لاستكمالهما، وأثناء القيام بهذه المهام ستواصل دولة الكويت عبر اللجنتين الثلاثية والفنية مهمة البحث والوصول أيضا إلى كافة الأسرى والمفقودين الكويتيين، لأن قضيتهم ستظل مفتوحة على بعدها الإنسانية والوطنية. شكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدين، والشكر أيضا موصول لضيفينا الأستاذ ربيع سعد العدساني رئيس وفد الكويت في اللجنتين الثلاثية والفنية ومسؤول متابعة الأسرى والمفقودين الكويتيين بوزارة الخارجية، وأيضا الدكتور محمد عبد الله العنزي مدير إدارة الاستعراض بالنيابة. شكرا لكم وإلى اللقاء.